لازم تكون معايا.
تاني بص. Спасибо.
الخير على كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. كالعاده من خلال شاشه كل الاهلاويه، شاشه قناه النادي الاهلي، بنكون معاكم لحظه بلحظه، بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، في بطوله الدوري العام، في جميع المحافل العربيه والدوليه. لكن اكيد جمهور النادي الاهلي منتظر بشكل كبير مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري غدا في تمام الساعه 6 مساء على استاد برج العرب بحضور 15,000 مشجع. ابدا في البدايه بكل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالتنسيق أيضا كمان مع المدير التنفيذي العميد محمد مرجان لتكثيف المجهود خلال الأيام الماضية. 10,000 كانوا في البداية هو الرقم المطروح لحضور جماهير النادي الأهلي، لكن بعد المحاولات المستميتة والجدية لمجلس إدارة النادي الأهلي وصلت إلى 15,000 مشجع. إن شاء الله بإذن الله يكونوا كلمة السر غدا في هذه المباراة. رغم قلة العدد اللي بيكون متواجد جمهور النادي الأهلي في المباريات، لكن بيكون ليهم مفعول كبير. لعيبة النادي الأهلي منتظرة جمهور النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله يكون أيضا كمان التوفيق مع لاعبينا. لابد من الفوز، ويمكن خلاص ده شعار هذه المباراة، الفوز هو اللي يخلي النادي الأهلي إن شاء الله يتصدر هذه المجموعة الصعبة جدا بالتأكيد في البطولة الأفريقية طبعا أو دوري أبطال أفريقيا. النهاردة كل مشاهدينا اليوم كان بادئ كالعادة يوم الجمعة بيكون صلاة الجمعة حضر فيها الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي بالكامل، يليها مباشرة محاضرة لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي اللي بيكثف مجهوداته بشكل كبير في محاضرات فيديو بشكل مستمر، جلسات فردية وجماعية للاعبي النادي الأهلي نظرا لأهمية هذه المباراة. مباشرة عقب انتهاء المحاضرة غداء لاعبي النادي الأهلي، ويختتم في البداية الجهاز الفني بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عدلي، الكابتن ماهر عبد العزيز الاجتماع الفني المحدد ليه في تمام الساعة 2 ظهرا هنا في فندق الإقامة الخاص بفريق النادي الأهلي. بيكون طبعا الأمور الخاصة باللبس الزي طبعا حارس المرمى، اللاعبين، الأمور التنسيقية، وصول اللاعبين، كل الأمور المعتادة الخاصة باللوائح الاتحاد الأفريقي. إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي خلال هذه المباراة يكون التوفيق معاه إن شاء الله بإذن الله. الجمهور كمان بنأكد على الجمهور، لأن الجمهور هيكون كلمة السر بالفعل في مباراة الغد، اللي بنتمنى كل التوفيق إن شاء الله لجمهور النادي الأهلي يكون على قدر المسؤولية، وأيضا كمان لاعبي النادي الأهلي يكونوا على قدر المسؤولية. انتظرونا كل مشاهدينا من خلال شاشة كل الأهلاوية، شاشة قناة النادي الأهلي، لحظة بلحظة ننقل لكم كل الأخبار والكواليس هنا من فندق الإقامة، وأيضا كمان في مؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارتن وتدريب فريق النادي الأهلي.